للناسكين صلواتها على النبي والسلام وهو خير العالم بقدر التمام إنك علي للسامع غنى وأهليك كل السلام على سيحانك أجمعين وتابعيهم وتابع تابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حفا شرف مهدى وشرف به الآباء والجذود ملأ الوجود بجوده عليا حملته أمه آمنة رضي الله عنها ولم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مخدودا مقعودا في قلع المقالب المهابه يجلى وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى احسن منه